مشاهدي قناة الموريتانيا، سعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم المسائي مساء الخير. قضيتنا لهذا المساء سنتناول فيها مرحلة الجامعة، ماذا تعني هذه المرحلة للطالب، مرحلة وهي مرحلة طبعا مفصلية لأنها المرحلة التي تسبق التوظيف والعمل. إذن للحديث عن هذا الموضوع معنا الطالبان الجامعيان الأستاذ الغوث والبقالي، وكذلك الطالب شيخنا والجودة. مرحبا بكم معنا في هذا البرنامج. قبل أن نتحدث في هذا الموضوع سنتابع التقرير التالي، لنتابع العنصر التمهيدي ثم نعود لمناقشة الموضوع. المرحلة الجامعية مرحلة الآمال العريضة والهواجس الكثيرة، إنها المرحلة التي تشعر صاحبها بأنه أصبح الآن واقفا على نقطة لا عودة فيما يخص مستقبله، حيث تبدأ ملامح هذا المستقبل في التشكل، وهي أيضا مرحلة ما بعد الثانوية والمراهقة، حيث يكون الشاب مؤهلا عقليا وبدنيا للعطاء والاستيعاب. وعلى عكس مرحلة المراهقة المليئة بأنواع المشاعر المتقلبة، تعتبر المرحلة الجامعية أكثر عقلانية وواقعية، على الأقل بالنسبة لمن وفقوا في الخروج من سن المراهقة بأقل الخسائر النفسية. والجامعي هو أمل المجتمع وغده المنتظر، فهو برلماني الغد وطبيبه وجندي إلى آخره، وهو بالتالي ينظر بحساسية إلى أفقه المستقبلي بخريطة من المشاعر تتراوح بين التفاؤل والتوجس. شكرا لزميل سيد أحمد والإمام طالب الغوث. بداية سنتحدث عن تعريف، سنقدم تعريفا للجامعة، ماذا تعني الجامعة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله قاسم الجبارين وناصر المستضعفين، والصلاة والسلام على معلم البشرية وهادها إلى الصراط المستقيم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تقدم بجزيل الشكر للتلفزة الموريتانية على إتاحة الفرصة، وفي هذا الموضوع موضوع هام وجد ممتاز، هو الحياة الجامعية. الجامعة هي عبارة عن مؤسسة تعليمية تحتوي على عدة كليات، وهذه الكليات فيها عدة تخصصات أدبية وعلمية وفنية. فهذه الجامعة، سبيل المثال جامعتنا أنشئت 1981 و1982، فكانت جامعة قصيرة وتفاحشت وانقسمت حتى أصبحت جامعة ولديها عدة كليات وعدة مؤسسات. فهناك على سبيل المثال كلية العلوم القانونية والاقتصاد الذي نحن فيها ندرس فيها، وهناك كلية العلوم والتقنيات، وهناك كلية الطب، وهناك المعهد العالي لإدارة المؤسسات، معهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، والمعهد الجامعي المهني، وهناك المعهد العالي للبحوث وإدارة المؤسسات، المعهد العالي للدراسة الإسلامية. جيد، سنتحدث أساسا عن الحياة الجامعية. في تصورك الطالب الذي يأخذ شهادة البكالوريا يأخذها ويأخذ معه أملا بالولوج إلى مرحلة جديدة هي التي ستشكل حياته المستقبلية، حياته العملية، ما هي الصورة الأولى التي يأخذها عن هذا المنحى الجديد في حياته؟ سليم. بعبارة بسيطة، ماذا تعني الحياة الجامعية؟ الجامعية هي جو أكاديمي وثقافي متنوع، يرى الطالب فيه وجود نفسه بذاته وبناء لمستقبله. فهذه الجامعة عندما يصل الطالب من مرحلة التعليم الثانوي، مرحلة العميقة وهي الطامة الكبرى باكالوريا، فهذه المرحلة العقبة الكبرى عندنا، هي عقبة التلاميذ كثير من العقبة الكبرى هي مرحلة باكالوريا، وهذه المرحلة لين ينتهي أحد منها ويجد الجامعة هو لن قاعد لا يرتاح هو نفسيا، ولا يدخل في جو فضاء مفتوح بين الجامعة، منبر للجميع وفضاء مفتوح للجميع يدخل فيه الطالب ويحاول على انه يكون راسه ويربي راسه، وحاول انه يدخل في جو مع اخوته وتقود مولي معاملته مع الاداره معامله حاسينه به اللي قدامه لا ساتيته قدامه لا اخوته، يحاول على انه يعود هو من راسه داخل جو
انفتاح مع الناس كامله، بعض من الناس. برايك علينا دائما ما يخلق شيء من التهاون بسبب طالب يعود كان مجد مرحله البكالوريا ويبذل فيها الغالي والنفيس، واحيانا تعود قاع ما تمر سنه واحده، يعني احيانا الطالب يعيدها. صح. الى يدخل مرحله الجامعه يحس نوع من براحة، نوع من الفتور. صح. يبدا ما احيانا ما يبدا نوع من التهاون. فعلا لك تختلي في بعض من الطلاب، في بعض من الطلاب دائما الطلاب خاصة بعد التخصصات الادبيه خصوصا صح بالنسبه بعد على عندما ندخل في موضوع التخصصات لدي لمحه في طبق السؤال، على ان الطالب عندما ياتي للجامعه متفوقا في سنه الاولى في البكالوريا فهذا قد يعطيه افاق واجتهاد وبذل عنايه جديده. يا غير لين الصعود فما كانت مرحله باكالوريا كانت عقبه له وكانت فم عادة سنتين او ثلاثه وقد انتقل من تخصص علمي الى ادبي او بالعكس، فهذا قد ياتي الى الجامعه بتكاسل وعدم انفتاح وعدم تفهم الوضع الجديد الذي نشارك معنا الزميل زميل شيخنا. شيخنا انت ضبط بكالوريا، هذه كانت طبعا فرحه كبيره بالنسبه لك وانجاز حققته. من ذيك اللحظه بالذات اللي فرحت فيها بانك ضبط البكالوريا، شنو هي الخطوات اللي سبقت اولا دخولك الجامعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. ما بعد اولا الشاكر التلفزي على اتاحه هذا الموضوع. ثانيا اياك ندخل في موضوع الجامعه. الجامعه مرحله الجامعه تختلف عن مرحله الثانويه. مرحله الثانويه فيها تقييد وفيها مراقبه وتشدد من الاباء ومن الاداره. بينما في الجامعه مرحله تختلف تماما عن المرحله الثانويه. مرحله فيها حريه انك لي تدخل افاق جديد، لي تتيح لك فرص جديد، تنمي انت فيها، تدخل في تعلم الاكاديمي، تجبر فيها ذاتك تجد فيها. في المرحله اللي هي تجبر بعض الصعوبات هي التسجيل، اولا تجي للجامعه اللي تتغير بتاتا اللي تجي لمرحله جديده. لكن المرحله انا اختار اكون تبدأ سابق تدخل الجامعه. مثلا تصديق الشهادات اللي تحتاجها الجامعه، توجه شرط تخصص معين. انت مثلا اخترت القانون على اي اساس؟ دراك كانت عندك رغبه اصلا في المجال وانت من نفسك تطمح تعود قانوني ولا محامي ولا شيء معين؟ والله كانك معدلك تو اللي يفرض عليك توجهات معينه. في التخصص في وزاره التعليم فاتحه باب امام الشباب الواحد يجي توجيه يختار هو. في عندهم هو معدل معدل اللي هو لوجهك شو التخصص في دور. في عندك باب انك تختار التخصص بالدور. انا بعد شخصيا اخترت تخصص قانون بلي ارى اني مدود حقوقي طالب حقوق اشخاص خلين مسلوبين حقوقك منه. بعد قاعد انت والله ما مهمه بالنسبه لك حقوقي انا اولا، ثانيا حقوق الاخرين بلي حقوق الاخرين تتيح لك حقوقك. صح. الدفاع عن الناس دافع انت عن راسك في دفاع عن نفسك في دفاع عن نفسك. جيد. ما الذي يميز مثلا هذه المرحله بالنسبه لك عن بكالوريا من ناحيه؟ اولا من ناحيه شكليه بحته، جلستك مثلا في القاعة في قاعة من قاعات الجامعة قاعة المحاضرات كانت تختلف نوعا ما عن جلستك في قاعات الثانوية. صحيح. في قاعة المدرج بالمثال المدرج في الجامعة يختلف اختلاف بعيد عن قاعة الثانوية. في الثانوية اللي يجيك أستاذ اللي هي يملعيك سبيل المثال اللي يقريك من قريب اللي تطرح عليه تساؤلات تختارته، بينما في المدرج في مستاذ يطرح عليك ليعد المحاضره، اما تود تجربتك الجديه لتصنت تستمع لاستاذك لتقبل المحاور اللي تبغى انت لتسجل تلخصهم عندك. معناها تقريبا نقولوا عن ثم رقابه فرديه اكثر هي في مرحله الثانويه من مرحله الجامعه. نعم. ثم تقييم رقابه هو رقابه ذاتيه مرحله الجامعه. صحيح. في الجامعه انت حر تطلع الوقت تبقي ما تطلع وقت. مرحله انك مقري راسك. بينما في المرحلة الثانية رقيبك ذاتي جيد. في الثانوية تختلف عن المرحلة الجامعية. في الثانوية هم تقييد وهم الإدارة اللي تجيبك جدول زمني، بينما في الجامعة مرحلة الجامعة اللي تبدأ التسجيل اللي تجبر الصعوبات عند منين يبدأ التسجيل. أولا الملف لأن الوزارة اللي توجهك شو الكلية عند منين تدخل الكلية يلا يعود يبدأ الدور طالبهم مع دور الإدارة. وين الطالب الأقدم منك يلا يترقى لك ويرحب بيك ونعطيك كيفية اللي تسجل بها أنت. الملف يتكون من ناس صور شمسية ومستخرج ياك يسهل عليك طريقة التسجيل. فهمت عملية إدماجك في عملية جيد عملية إدماجك في الكلية.
فهمت باللي عندما يجي للتجربة المهمة كذلك طلاب محبطين عندهم إحباط ويقولك لماذا يشعر بإحباط الجامعة؟ لأن التخصصات موريتانيا تكون أهمية أن التخصص التكنولوجي أفضل من التخصص القانوني والاقتصاد. هذه مسألة مهمة نختار نناقشها. بالثاني عندك وجهة نظر فيها يا شيخ؟ تفضل. بالنسبة للتخصصات أولا ياض حد ود عنده قناعة هو من راسه، قناعة الاتجاه اللي ماشي فيه، ولا يؤدي انه كلام الغير ولا كلام الناس يثقل عليه ولا اقدر عليه. انا كنت في شعبه العلوم بالفرنسيه دي بي، وانتقلت الى العلوم المزدوجه بالفرنسيه، معناه اني خياري انا أدب كنت في الادب فعلا في الاداب العصري ليتر مودرن. بالمناسبه اقتنع بهذه الفرصه، وكانت فرصه لي ثمينه عندي، وكانت كاني قابلها بقناعه مني به اللي ما دمت في قال له العلوم دبي كنت ندور بها الاله اللي قال له القانون، ما كنت قايس الطب ولا ولا ولا, ولا تكوين الهندسه ولا النوع. انت تطمح تعود ايش مستقبلا؟ انا اطمح ان شاء الله فعلا خارج نقطه قبيله طارق عنها الاخ شيخنا مهمه حتى المحاماه والله الا مهنه شريفه به اللي لايت دفاع عن دفاع عن حقوق الناس، وهذه انا صرني نبقي للنوع من الهدف نطمح له اني نؤدكن في حسن بين الناس كامله، ونعود كذا نحاول ان نقدم له خدمه مباشره لوجه الله الكريم. هذه انا ضروريه عندي، والمحاماه ربما تود مهمه عندي. غير اطمح ان شاء الله اصلا تخصصي انا المهم هو العلوم السياسيه في هذا المجال. العلوم السياسيه بحد ذاتها تخصص عندي ممتاز، ولكن الفرق تختار تعود راجل دوله عقب هذا. راجل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله التوفيق. بالمناسبة بقضية التخصصات كيف قلت لك كلها عنده قناعة باتجاه معين. الطب عندهم اتجاه ان الطب انه رواية، واحنا هو القانون اللي هو السبب اللي جعل الدولة مباشرة تود عندها أهمية طرح أهمية للطب، والهندسة ما يعطيتها لها القانون ولا ما وصلها به. القانون في الدول المتقدمة في أمريكا بالأخص هو الثاني عقب الطب. ثاني من حيث ايش؟ من حيث تسلسل يعني عندهم هم. لأن القانون رجل قانوني موقف رجل آخر مباشرة. قيمة الاعتبارية. قيمة الاعتبارية المعادلة الأول احترام ما هو معقول نعطيه للقانون، نعطيه له احترام خيالي في الدول. غير رأيك تيك دائما ينقال عن من أهم أسباب البطالة وانتشارها مويتان كثرة الخريجين من أقسام الآداب. فعلاً. وقلة فعلاً المهنيين اللي طلبهم سوق العمل. فعلاً شفت القضية. هاي إشكالية. القضية أطروحها إشكالية غير أنا ما أهم مني نؤدكي إني كطالب. قانوني نؤدكي اني نساعدهم على افكارهم اللي يقولوا لا. احنا كطالب قانوني لا نقولون ان مقتنعين بالقانون، اني طالب من الاخوه اللي ما زالوا يعدلوا سنوي يعدلوا بكالوريا ان القانون انه هو اشبه الخالق. اللي هو اللي يفتح لك الوجه هو ما في مؤسسه رسميه ما فيها مستشار قانوني. ما في مؤسسه رسميه ما فيها مستشار قانوني، يسوى اي شيء. وما ولا قاع ما ولا العمل الاستشاري القانون مجالات واسعه جدا. اداره قاع بصفه عامه اداره تخصص انت لدايق بك الحر، عدل القضاء، عدل المحاماه، الاعمال، عدل الباطوط، انت موثق نوتير، فاتح مكتبك على راحتك، ما مدرانجك حد. دائما الهندسه سابقنا وصلوا لمرحله انك قاع مريت بالمرحله الجامعيه وخرجت منها وبدات تبحث. انت رايك كانت الشهاده اللي قبضتها كانت قد تنفعك في سوق العمل؟ احنا ما نبقى نحرق المراحل، نختار المزنة في البداية. صحيح. شي يميز الحياة الجديدة؟ ذكرنا قبيل بعضها شكليا على انه نوعا ما نفهم رقيب ذاتي اكثر من ذيك المرحلة السابقة اللي يعود مراقبك الادارة ولا مراقبك الوالدين ومراقبك كذا. فمميزات اخرى شنو هي؟ فعلا شفت بالنسبة للتخصصات والله انها التخصصات الادبية ما تتمطي على قيمة هون موريتانا. هو السبب اللي جعل البطالة هون مرتفعة. هو سبب اللي جعل خلقي هاجر بيدي تسوينتي تخلص صارك نسبة الشباب اللي مهاجرين موريتانيا إلى أفريقيا يدوروا يشتغلوا والله يدوروا كأنهم يروحوا الشيء سوشهم إلا قضية أهل التخصصات الأدبية به اللي ما عندهم هون قيمة معضية. فرص قليلة. فرص قليلة. بعيدا عن التخصصات العلمية والأدبية قدموا لها تفتح لهم مجال مباشرة. به اللي احنا هون اللي هون كنا نتكلوا هون عليه تخصصات نحن إلا لنا هذه. ولنا فعلا مسابقات لنا اكثرهم بعد موجه للادبيين. موجه للادبيين فعلا يا غير ما تخلق يكون بعد لين تخلق مده 4 سنوات. والله 6 سنوات. للتمام فكرتوا ثم رساله للجهات المعنيه ان كليه القانون اللي هي كليه الحقوق تحتاج ان الدوله تفتح لها افاق اكثر. سبيل المثال تفتح لها الموثقين مسابقه الموثقين العدود المنفذين
تفتح لهم افاق من جيد. انا قاعد قلت لكم ما نبقوا نحرقوا المراحل، دي مرحله بعد تخرج من الجامعه. انا بس نختاركم تركزوا لي ابو ولن على مرحله الحياه الجامعيه، شنو هي اهم مثلا خصائصها، شنو هي اهم العقبات اللي تعترض الطالب في المرحله هذه؟ انتم راكم في سنه ثانيه ماكم الله الجامعية. صحيح. السنه الاولى شنو هي اهم العقبات اللي وقفت قدامكم؟ اهم العقبات اللي وقفت قدامنا في بدايه التسجيل السنه الماضيه، عند منين تدخل الجامعه اللي تتفاجئ بالمرحله اللي ما كنت فيها، تأتي مرحلة جديده. اولا يا الله عود من السهل دور الطالب اقدم منك الصفه ينعترك بها المنسقيه، ينعترك بها كيف تسجل فيها، باللي جاي لمرحله ما كنت فيها، مرحله اكاديميه متطوره. يا تكسبني مثال الطالب اقدم منك ينعترك بالمكتب المنسقية اللي تسجل فيها، مراحل يلا تمر فيها دخول عند المناهج يلا تتخذ، الحصص الجدول يلا يساعدك فيها. هون عود دور الطالب مع دور الإدارة، هون ما عود محملين مسؤولية الإدارة. احنا ما تينا في مرحلة ثانوية عود الإدارة تعود لابد تعود مشرفين على الطلاب، هون الطلاب عود دورهم مع نفس دور الإدارة، عود دورهم مشترك زي بنات. هون تقريبا من بين خصائص اساسا اللي قلت نقول انها تميز مرحله الجامعيه مرحله البحث الاكاديمي. عاده عندنا هون في المدارس مرحله الاعداديه والثانويه التلاميذ ما يكلفوا ببحوث، ما يكلفوا بعروض. طالب الجامعي اول شيء يعود يصدم به واقع جديد دراسي يتلخص في انه يكلف ببحوث. من راي بصفه عامه بحوث وغيرها، شنو هي اهم هذه خصائص اللي نقدر نعتبرها خصائص اكاديميه تميز الدراسه في الجامعه عن غيرها؟ أهم شيء في الجامعة البحوث. يا أهم شيء في الجامعة. من دراسة أنت كطالب أول بحث عدته في الجامعة شنو؟ تفقدوا. الله. أول بحث عدلته في بحث قانون الدستوري. عن قانون الدستوري. عن مادة قانون الدستوري، عن النظام البرلماني. وفي البحث وجدت صعوبة من ناحية المكتبة، عن فيها في عند الكتب فقد في الكتب. المكتبة فهم عدم عناية ربما من الإدارة ربما من الطالب، عن فهم 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 الكتب. سبيل المثال الكتب فهم يعود عندك الطلاب لقدم نكتب، الواحد منهم يعود عنده بحث معين يجي الكتاب يقرا منه فقرات اللي دور والله شروط منه تواقط اللي دور. هذا سلوك قاع ما سلوك للأسف ما نبقى قاع نذكره. يلا يفهم اللي ما هو اسلوب اخلاق للطالب في المرحله. نحن نقدر ما نحدد الاشخاص غير بعد يلا نذكروا السلوك انه مشين الله ما يلا يعود طالب جامعي. صحيح. طالب قاعد ابتدائي ما يلا يعود على نوع مسلكيات ما يعدلها. ربما الطلاب يهدفوا اساسا الى النجاح الى اخذ الشهاده. يلا يعود الطالب بعيد كل البعد عن يلا يعود فهم اخلاص اخلاص للاجيال الصاعده، الاجيال اللي تعود بعدك. نعم تفضل. كثير قال لك شيخنا قضيه البحث مش كذا. به الطلاب موريتاني لا موريتاني تعرف. الطلاب فيهم شجاع. هذه العباره انا قاعد نتحفظ عليها شوي، به موريتاني يا تعود موريتاني ترفع روسنا. يا تعود شرف. احنا هون نموذج من الطلاب نحاولوا اننا نؤدوا الطلاب في بعد عن الناس، ما نحاولوا ان نؤدوا كينا، نحاولوا الناس ولا نقبلوا الطباع عن الغير، نحاولوا ان نؤدوا كينا عندنا توجه. كاين تايقين فيه اتجاه معين. بالمناسبه اللي قالوا البحث الاكاديمي مهم حتى جدا، غير الطلاب تشوفوا في المجموعات اللي قالوا الاعمال التطبيقيه السنويه تعدل تديهات هذا يعدلوا سنويا، وتشوف الطلاب سبحان الله الرحيم يتغير لك الواحد المجموعه قيس مجموعه اخرى لاجل ذاك الاستاذ ما يقدم البحث يدور للي كانه ما يقدم البحث يشوف هو اللي طالبهم طالب طبيعته كانوا متهاون كانوا يختار شيء كامل اقل مشقه يبحث هو عنه. صحيح. تمام. اصبح الطالب هون يدور لا الذي قال له طريقه قد ينجح به، واي استاذ كامل عارفين على انه لا يقدر مباشره صار شوي يقدروا يتفاهموا معه مباشره وطيب معهم تعدل لا يحاولوا يدخلوا فيه ويلطوه يجري كان ويقدروا يحصلوا منه نقاط، ولكن اللي كانه يعني ما هو عاطيهم قبال يعني هو طبيعي يا اساتذه بيه هو مجتهد وهامته القرايه وجاي له يقري وجاي يبغى مقتنع على الواحد اليوم حضر مريد تحضيره، لكن دائما تشوفوا ينسحبوا عنه يوميا وتشوفوا ما يبقى. للتكميل مريد قال لك شيخنا مباشره ما وضع حديثه البحث العلمي مساله ضروريه، واحنا انا بحثي الاول عدلته في القانون الدستوري انواع الدساتير. نفس الموضوع اللي عدلوا عنه هو عدلوا في النظام البرلماني وعدته انواع الدساتير كان بحث مختلف. وانت من درى انت تعدل هذا الموضوع؟
شو الوسائل اللي جاتنا؟ لا مكتبة الجامعة ولا لا الإنترنت ولا غيره. شفت أولاً قاع أصلاً الأستاذ يعطيك النماذج اللي يعطيك تسول عنهم ولا الأساتذة اللي يعطيك يحدد لك المصادر. يقول لك الأستاذ الفلاني الأستاذ الفلاني يعطيك أول تمشي عن البحث كتاب وتسول عنه مباشرة. يعني يحدد لك وين المصادر. يحدد لك بعد يعطيك لمحة. تقريباً واحد أساتير. في بعض من الاساتذه في الدستور المغربي الدكتور كذا والله التونسي والله اخر ذلك تخام منهجيته منهجيه مهمه حتى في البحث العلمي وماده تنقراد تقراها من السنه الاولى قال المنهجيه العلميه وماده ضروريه وكان يقريها استاذ ممتاز ما شاء الله واكتسبنا منها تبارك الله ياسم اللي فات. بالمناسبه احنا قضينا البحث ما تكلمنا على المكتبه الوطنيه به اللي احيانا المكتبه الوطنيه عن تياسر المشاكل هي مع الاداره المشاكل هي مع الطلاب ما توفر يا قايم نحاول احنا عندنا مباشره قسم المركز المغربي والمركز المولي المصري نقسمه مباشره ولكن حد طالب كامل عنده بحث يحاول على انه الفرصه كامله اليوم اليوم اللي توفر الانترنت حتى قاعد مثلا رساله عن مصادر الانترنت ما قد حد ما هي مراجع يا قايري قايري قد حد الانترنت قد من خلالها تعرف اسماء المصادر قد حتى انك تحملها وتعود بصيغه بي دي اف مثلا قد تعتمد به اللي نسخه كانها مصوره من كتاب معين بالتالي قد يوثق لها. فما السبب تخول لك انك ما اختلاف منهج الاساتذه. كل استاذ عنده رايه خاص به عنده منهجيته خاص به وهي تضرر منه الطلاب. باللي الاساتذه الله يعود موحدين منهج خاص بهم. انت اليوم عندك ماده قانون دستوري استاذها عنده راي خاص به عنده منهجياتك تتخذها يقول لك بي دي اف ماني ملزم به ولا وقانعني يلا تقيس لا الكتب يلا تقيس المكتبه الجامعيه المكتبه الجامعيه الكتب ما هم ياسرين فيها فهم بي دي اف صوره من كتاب ما هو علينا روايه مطبوعه قد يتغير مثلا ترقي مصطلحها والله قد يخليك حذف يقول لك بعض الاساتذه ان بي دي اف لا مدونه هو اساسا يعتمد البحث العلمي يقول لك انه يعتمد لا للكتب فهمت وهذه مشاكل عانوا منها الطلاب انك لابد تجيب إحالة الكتاب الطابعه الرقم الاستاذ النسخه فهمت وهذا الطلاب يعانوا من هذه المشاكل من ربما من الاساتذه انهم يلا يوحدوا المنهج دي بالتي عندك منهجيه خاصه بك سبيل المثال عندك الكتاب الفصل المطلب المبحث الفرع الى اخر ذلك في بعض الاساتذه يقول لك هو يجيب لي الفرع عقباك المطلب عقباك فقره اولى فقره ثانيه من هو نطالب ان الاساتذه في الجامعه يوحدوا منهجيتهم اياك ما يعاني من الطالب، الطالب كيف انه يعاني من وقته وعاني من جهده وعاني من مصاريفه يوميا والنقل اياك يقيس المكتبه هو اكاديميا منهج ما يقدر يوحد والمهم رجاش يتبنى منهج معين ويطبقه ما يخلي به الخلط بين المناهج هو المشكله تاخذ تبنى منهج هو سبيل المثال عنده يختلفوا قاع فيها الاساتذه المروسه. صحيح. اللي كل استاذ عنده مدارس هي مدارس هي طبعا. فعلا كل استاذ عنده منهجيه خاصه بها ولين تجيب له منهجيه ما هي منهجيته هو يعتبر انك عندك الخاص انت تعبت في الشغل. اي زاويه زاويه في 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 مره في مره مجموعه كانت تقدم بحث السنه الماضيه بحث عنواني ناسي يا قال بعد لين جابوا كان عندهم بحثين واحد يقدمه الاستاذ واحد الاستاذ. قبل بحث الاستاذ داروا عليه اسم الاستاذ. لين وهو السبب انه مو عندهم ذوك البحوث ولا بد يقيس المكاتب وخلق فهم خلط. لين جاب الاستاذ البحث اللي يقدموه مساء الاستاذ يقول لهم النقد الشكلي قبل النقد الموضوعي راعي الاسم قاع عليه اسم استاذ ما هو اسمه هو فهمت؟ داهم استاذ هون عدل المسين قال الكراهه المعنوي ثم قشاش ثم عدو التدريس ثم هذا ما هو منهج وما هو طلاب بدا ينقدهم خطا ما يلا يمر هكذا بك اللي مهم ينبهك عليه استاذ من عقب اللي توقعت فيه فعلا فهم طريقه قد ينبه بها استاذ بدون تجريح ويجرح الطلاب انهم العدو الطلاب عندهم وقت وعندهم بحوث وعندهم كافي عندهم الوقت اللي يمشي يلودوا الكتاب انك تجي مكتبه الجامعه ما تجبر فيها الكتب للدول اللي تقيس مركز الثقافي المصري مركز الثقافي المغربي تقيس بي دي اف تقيس الانترنت ياك تجد انت استاذك اللي يرضي يعود الاستاذ يقول لك ان البحث خاص وكذا خاص كافي يقول لك ينقدوا لك من الناحيه الموضوعيه هذا من ناحيه الشكليه فهم النقد الجامعه قايمه النقد البناء ما هو خارج فهم فرق بين النقد البناء والنقد التجريحي
والاستاذ يعود مفروضا ان استاذ جامعي يعود يميز بين ذا نعم. ما الطالب هو اللي يقدم النصائح في الاعمال التطبيقيه للاسف للاسف الاعمال التطبيقيه يعود استاذ يخلط لك بحابل من هذه استاذ متميز استاذ عادي هي رسالتهم ان شاء الله قاعد يعرفوا يقال فيهم يختلفوا في التوصيل ود واحد فعلا فعلا يختلف التوصيل ولكن لا شوي باش ما يبقى الموضوع يتحدث عن الجانب البحثي البحث نختار من تناول زاوية أخرى تتعلق بالحياة مثلا حياة من زاوية اجتماعية من درا ذي المرحلة الجامعية يكانها تبدأ فيها نوع من التغيير النفسي للطالب أنه يحس على أنه مرحلة نضج أكثر مرحلة من الثقة بالذات مرحلة أنه يخاطب كطالب جامعي أنه عاد مسؤولية أخرى من درا الشعور اختاركم تحدثون شوي عنه يختلفوا الطلاب لا خلي شوي زميلنا تفضل الشيخ نبان كالقدر من الوقت عادي 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 نشركوا كتمالي معنا بالنسبة لفهم شفت طالب في الجامعة عندهم مسألتين يتوجهون في الجامعة بعد بالنسبة للطلاب اللي شدوا إما يتوجه الصعوبة في التأقلم مع الحياة الجامعية هي مسألة ضرورية وإما يتوجههم مباشرة وثم للعكس صحيح يقول كأنه دافع جديد والجامعة كأنه رواية ورواية كأنه مهمة لأنه بالنسبة للطالب يشعر هو لأنه دين يقول في الجامعة مرحلة الجامعة الجو الأكاديمي لأنه ما كنت مرحلة التعليم الثانوي يشعر هون بأنه عاد مسؤول وأنه عاد كأنه مميز وأنه عاد كأنه بالغ المراحل الكاملة للأهلية صفته هو الشخصية ما في تغيير على أنه تقول مباشرة يعرف أنه عاد هون مع أخوته وجو أكاديمي وعلى أنه ملي مباشرة الطريقة اللي يخاطب بها ما هي الطريقة اللي كان يخاطب بها في المرحلة الثانوية عاد هون كأنه راجل مسؤول لا أبقى ملي يحضر ولا أبقى لا يحضر معناه ما فيهم ضغط لا من الإدارة ولا من الزملاء ولا من الأساتذة عنده هو الحرية وعنده هو مباشرة الوقت اللي 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 قد هو يوفره استخدامه هو لمصلحته هو الشخصية احيانا قاع احيانا يعود موظف يعود المرحلة يعدلها خالط معاه توظيف انا لا نقول لك بالنسبه للقانون هذا في مرواية اكتشفته الحمد لله لا شيء قاعد يطيش لنا الكبار يعطيهم العافيه يعطيهم مناسبه بالمناسبه دائما ادر واحد يجيك فم اولا هو الحمد لله يشتغل ما يعود معلم واما يعود يشتغل في شركه حره الله يشوف شو رايك يقولوا قاعد حره غير دائما وجيت حالهم دائما ادر يشتغلوا ودائما مولي وحدين يطلعوا لا اللي قالوا تدي الاعمال التطبيقيه يطلعوا لها دائما مباشره معناه أن واحدين موجود ما شاء الله مجتهدين ما شفت مولي نقول لك هون نقطة على أن اللي يقول المثل حسان العزل القناة الفقر طالب الجامعي ما يعطي ولي يستخدم وقته آخر شو آخر يعطي وظف وقته لا في الدراسة ولا البحث العلمي ما يعطي وظف يعطي مفرغ راسه إيه ودكي إنه بالد شهد ولأنه ما يحاول لأنه ودم خلص شيء به اللي هو البال اللي واحد والإنسان دائما يحاول إنه يدمج شيء في شيء تخسر عليه فكرة حاول بعد لأنه اللي أول مول السنوات والزمن اللي يجري إلى السنوات من الليسانس ما قارب من هنا صفر اللي هنا قبلها والتوفيق إن شاء الله أول أن نقول لك إذا الحياة الجامعية إطار الحياة الجامعية تختلف هون في المراحل الاثنتين برنامج الأمدي والبرنامج الجامعي اللي هو كان قديم على أن اللي قالوا الأمدي نقدر نقول لك إنه لا كيف نضربوا لك بالمثل الحسني إنه لا كيف الحاجة الطاحة اللي نعطب والطاحة اللي نعطب في مقولة شهيرة أن نظام الأمدي لا يستفيد الطالب ولا يستريح الأستاذ صح هذه المشكلة لا يستفيد الطالب ولا يستريح الأستاذ وهذا الطالب هذا بسمح لي نفسره لماذا هي المفروض على أن الطالب في راحة له بين اللي أولا اختصار المدة الزمنية كانت 4 سنوات وعدت لها 3 ما من ناحية 4 سنوات 3 سنوات معناها نازل بركة تتعرش فيها لماذا فيها لأنها مباشرة لا يطرى فيها شنو الصعوبات اللي طيرها قاع الروزة حقيقة به اللي شفت فيه ياسر من اللي قالوا ارفيد المواد طالب المجتهد المفروض انه ما يرفد مادة دائما نظام الام دي دائما اللي عاد حد مجتهد قليل الا ما رحم ربك سوى اي طالب ما نكد سوى طالب مارق من القسم احنا عامل اول قسمنا قليل طالب نشفى الحمد لله اذا ما قال قليل حد ما هو رافد ماده والله ثنتين هذا كي من روايه قاعد زين هي متعارف عليه فهم واحدين ان شاء الله ما يرفد المواد غير فهم واحدين مولي يرفدوا عند فهم مبلغ مولي رصيد من كريدي معروف ان حد الين يلحقوا لا نستمعوا شوي لفقره ميكرو فقره مقابلات مع بعض مشاهدين عودوا نرجعوا نناقشوا بقية الموضوع. بالنسبة للمرحلة الجامعية مرحلة فاصلة في حياة الطالب العلمية وكذلك أيضا في حياته المهنية بشكل عام فهي ينتقل من مرحلة التعليم الابتدائي والأساسي إلى مرحلة التعليم الأكاديمي وهذه المرحلة أيضا يكتسب فيها الشخص الكثير من المهارات
يكون ملامح شخصيته الأساسية في المستقبل. ولذلك دائما نشهد أن الساحات الجامعية تكون محطات لاستقطاب الشباب ولشحن أفكارهم بإيديولوجيات معينة، وهذا ما نشهده في العديد من الجامعات وحتى في بلدنا. الساحات الجامعية باتت ساحات سياسية بامتياز. إذا الحياة الجامعية لا تعود منطلق جديد لاكتساب وتنفيذ الخطط النظرية والمعاجم المعرفية اللي تكتست عبر السنين في أذهان الطلاب الجامعيين، من أجل أنهم يدخلوا مرحلة جديدة من مواجهة الحياة ومع معانا الحياة عن طريق تطبيق كل في تخصصه وحسب مستواه وحسب مثلا هوايته. يجب أن يطبق ذيك النظريات وذيك الأمور اللي كان يقرأ فيما ينفع الوطن والمواطن وما يعود على المجتمع بالنفع. إذن هذا الطالب الجامعي الناجح هو اللي يعدل تكامل حقيقي وانسجام حقيقي 100% بين النظري والتطبيقي عندما يواجه الحياة فور التخرج. بالنسبة لتخرج الإنسان من الجامعة ودخوله في المجتمع لكي يكون مؤثر، يجب عليه أولا بأخلاق، الأخلاق هي أهم شيء. وبالنسبة لذلك اللي قرأ في الجامعة يبدأ تطبيقه ويبدأ يأثر عليه المجتمع، هذا هو لا يخلق تفاعل بينه والمجتمع بالإيجابي وبالسلبي. يجب أنه هو في المجتمع يأخذ ذاك اللي إيجابي ولا يقبل ذاك اللي سلبي أنه يأثر عليه. هو أهم شيء يجب عن الإنسان عن تخرجه يعود يتحلى بالأخلاق، وبذاك اللي كان يقرأ يحاول عنه يطبقه في المجتمع، عن المجتمع ما يعود يأثر عليه بالسلبيات يقبل لا الإيجابيات. مشاهدينا الكرام، نعود لمواصلة حديثنا عن الحياة الجامعية. أستاذ الغوث، بالنسبة طبعا حديثنا عن خصائص هذه المرحلة الجامعية، تحدثنا عن خصائصها من ناحية تميزها في مجال البحث العلمي، تحدثنا عن ملي جوانب أخرى، نبغوا خارج جانب ملي مهم جدا يتعلق قاعد بقد يعود بنقطة قلناها ذلك، يتعلق بالموظفين اللي في نفس الوقت مسجلين في الجامعة. من رأي كان الظروف المعيشية للطالب الجامعي ترغموا أحيانا أن يمارس وظيفة، اختيروا هون نتحدث عن الظروف المعيشية للطالب الجامعي. شفت الظروف المعيشية للطالب الجامعي ظروف حقيقة أحيانا صعبة به اللي الطالب في الجامعة عنده ياسر من المشاكل اللي ما يلطو يكون يوحل فيه، ما يلطو يدير معه مشكلة أخرى لأجل كان يصادم عليه ويتخطى عليه، كان هو يتوجه ياسر من الصعوبات، عنده ياسر من الصعوبات يتوجه، بالأخص الطالب الجامعي الجديد. الطالب الجامعي الجديد يقول جاي للجامعة جايبته فكرة معينة والله اتجاه معين ويشوف الجو كأنه ما هو ملائم له، يجب مباشرة تقول فكرته الوحيدة هو الانسحاب، وهذه الفكرة ما هي صالحة. بالمناسبة على أنه ملي مباشرة في الجوامع الدولية المعروفة على أن الجامعات تخصص يوما تعارفيا للطالب الموريتاني للطالب الصناعي. وهذه رسالة مقدمة رسالة جامعة المبشوط، رئيس جامعة المبشوط والعميد ورؤساء الأقسام، لأنهم يحاولون أن يفهم أسبوع تعريفي للجامعة في نظامها العام والفصول والمواد مباشرة، لأجل أن يكون الطالب عنده وجهة واضحة ومقتنع بالفكر اللي ماشي به ومتسع باتجاهاته مباشرة. بالنسبة للصعوبة، عندنا هون أهداف من أجل الطالب أن يمكن في الدراسة، تمكنه من دراسته وتمكنه من الصبر على الدراسة، لا بد من اتباع تلك الخطوات الآتية. ففي الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا. وفي الحديث النبوي الآخر، فهذا حديث صحيح وفي الحديث رواه مسلم، وفي الحديث النبوي الآخر هو من سلك هو من المؤمن يألف والآخرة من لا يألف ولا يؤلف. فهذه يجب على الطالب الجديد أن يلتزم بها ويتحلى بهذه الصفات. إذا يتحلى بها تدركينها
تمانوت وراحة مباشرة بدنية وطمأنينة للقلب يقد مباشرة يواصل فيها ويعرف أن الجو الجامع لأنه جو تعارف للناس كاملة وأن فيها الجامعة جامع القاصي والداني ولأن ما هي حد عن حد وأن فيها الناس كاملة يقين مباشرة يحاول أنه يدخل في الجو اللي فيه ويتأقلم معها بطريقة طبيعية وإيجابية ويبدأ مباشرة يهش. بالنسبة للصالي السيارة نحن لدى الجامعة نذل نقص مثل نقال له سكن 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 جامعي سكن سكن جامعي ضرك ما عرفنا قاع قضيته شنو مره يقولوا لك انه لا السنه الثالثه ليسانس مدني تحضر الحمد لله كنا السنه الاولى ودرك السنه الثانيه ما فتنا رينا سكن جامعي وكانوا يفتح مع بدايه السنه الى حد الان ما فتفتح السنه الثالثه كانهم بملي الله يتفرغوا للبحث اللي عندهم ايه عندهم ياسر كاينهم الضغوط كاينه ختام ورساله تكميليه ويالتهم عندهم ياسر بالنسبه للصاله اللي قالوا المطعم مولي مطعم الجامعي استتعب شوي من درا كانوا متاح للناس كاملا ما هو متاح للناس به اللي شفت اصبح اليوم متاحا به اللي كانت تم كليه الاداب والعلوم الانسانيه صحيح. اصبحت المطعم اللا بين كليه العلوم القانونيه والاقتصاد وربما يكون متاحا ولكن هو من اللي ما يقدو ما دام ثم طالب ما فاتك انه راء نصيب من اللي يقدم له بعض خدمته المطعم ما يلت مباشره فرعا من المجال ولا قد صفناهم قابلين المجال من درا اولا الغذاء اللي قدم لنا كان مناسب كعرض ما مناسب شفت الغذاء يحاولوا هم انه يقدموا وجبات مختلفه انا قطيت على مرتين عندي متفاوتين لا زيادة يا غير مباشره الوجبات الشباب يقولون انه وجبات وانه عندهم نهار يوم الاثنين بالاخص دائما وتكون عليها قيتول به ذاك النهار تخلي وجبه مضبوطه كأنه تقدم عود الحوت ومعاشيات مش متعدد والايام الاخرى يقدم فيه شنو يقدم فيه دائما لا مارو ومعاه شويات من الشقاع ما نزل باركته نهار حد سمى قد اللاية هو على كل حال العقليه تحتاج ثاني مجهود هو شو خارقه قضيه مهمه حد ينتبه لها عقلية الإنسان الموريتاني العادي بصفة عامة على أنه قاع عاي في ياسر من أمور هو دائما حياة الجامعية عندها خصائص يطحد يحاول يتكيف معها فعلا صح به اللي طالب العلم قاع يعود مدي ما يعود حتى إذا ودر ياسر من راحة وياسر مشي يطعود يتكيف مع الظروف ويطعود نوعا ما يعود قانع يقتنع بما هو متاح صح هون من درى كطالب جامعي هون لا يتحدث مثلا عن قضية دور النقابات في تذليل العقبات والصعوبات اللي تعترض طريقة هذا الطالب الذهول شفت النقابات الجامعية عندها دور مهم مثل قالوا السعي ومشاكل حل الطالب صحيح وتعدى النشاطات مولي ثقافية ونشاطات اجتماعية وتعدى المولي مباشرة تعطي قدر من تقسم قدر من المذكرات والأرشيف على الطلاب مباشرة مختلف مؤسسة التعليم العالي بالمناسبة في المجال أعلن قامت مجموعة من الشباب إحنا فيها بإنشاء نقابة تسمى نقابة الأمير الطلاب الموريتانيين خدمة ولهذا اللي قاله الشاب الطالب الموريتاني هذه النقابة إحنا من ضمنها يعني نقابة الأمير الطلاب الموريتانيين ونقابة جديدة وفاتحة المجال للناس كاملة وتحاول إنها تود بعيدا عن البعد السياسي بصفة عامة شنو هي الرسالة من المفروض أن تقوم بها النقابات فعلا الرسالة اللي مبنية عليها فكرة النقابة على إنها تحاول تدافع عن قضايا طلابية وتحاول انها تدير الطالب في خدمه متميزه وتحاول انها تدافع عنهم على الاداره وتحل مشاكل على مستوى الاداره. هذا هو دور النقابات واظن النقابات فهم كاملين الحمد لله فهم 12 نقابه اللي هو هدفها كامل واحد. يا طويل ودهم تحالف قاع موحد لاجل كان المرقوم ينضج. غير عاد كلها يبقي انه تود فهم نقابه وهذا الشيء حاول احنا نعدلوا رؤيه نضاليه جديده وقناعه مستمره في الميدان مباشره وماشيين فيها وان شاء الله ونحقوا فيها. في القريب ان شاء الله فاتحين مجال للانتساب وللناس كامله مباشره ونحاول ان نحقق اللي ما حققوا اخوتنا ونحاول ان نسعى من اجل مصلحه الطالب الموريتاني دائما مرحله الجامعه تعود مرحله محوريه في حياه الانسان حتى من الناحيه الفكريه بل تعود دائما باب للادرجه يتاثر فيها الطالب تيارات معينه فكريه وغيرها من درى دور النقابي يكانوا يعطوا من يهتم شوي بالمجال الثقافي مجال ان الطالب يحصن ياك ما به العيادة أحيانا مالي تقعد قاعد تفتح له أباب آخر تطرف مجالات معينة يعود قاعد غلو في الدين ويعود مالي باتجاه الآخر اللي هو الإلحاد مثلا من درى شنو هو الدور المفروض على أن تقوم به النقابات والله بصفة عامة يقوم به الطالب الجامعي مثل شفت في المجال النقابات تقوم الدور بحملات توعية في المجالات كاملة المجالات الدينية والمجالات الثقافية والمجالات الرياضية وتحاول أنها تجيب بعض من العلماء وبعض من المشايخ الأجلاء وتكينهم حضور متميز في الجامعة وتحاول أن تكينها تعدل توعية للشاب مباشرة هو يقدر يتحط طالب جامعي غير ما هو متميز كبار يقدر طالب جامعي غير ما عنده القدرة على ياسم الأمور
لأن تحاول أنها مباشرة تقنع الطلاب، وتحاول أنها مباشرة تعدد ولوج جديد في الجامعة، وتحاول أنها تعدد النشاطات كاملة كي قلت لكم مختلف المجالات كاملة، وتجيب لهم تودهم توعية، وتحاول أنها مولي تود أنا قاعد زين عندي على أنها تود فعلا في إطار الجامعة، غير تحاول مولي أنها تود تعدد خدمات للتلاميذ على مستوى مولي الإعدادية والثانوية حسب الجهود الخاصة. ومن درى الأندية كان عندها دور زادية؟ من درى كان ثم أندية قاعة جامعية؟ طبعا قايمة بدور معين ثقافي؟ طبعا طبعا ثم طبعا ثم أندية على مستوى الكليات. ومن هون من انطلاقا من يلا يوصل الطالب رسالة عن الطالب داخل في المرحلة الجامعية، ما هو يلا أول يعود عنده قناعة بتخصص الوعد، يعود عنده قناعة بأنه هو جاي ليقبل معلومات ما كانوا عنده، ومن خلال ذلك يلا يعود داخل في الأنشطة الثقافية والأنشطة الاجتماعية اللي تقوم بها الجامعة، يلا يعود فهم متحمل الرسالة، لأن الجامعة عندك حرية، أنت في الجامعة إما مقرر راسك إما مولي، ما للأسف تود فاشل الجامعة فاتحة بابها، ولذلك على الطالب أن يتخذ إجراءات كاملة من أجل حضور ندوات ثقافية واجتماعية في الجامعة، حضور ندوات ومن خلال ذلك يصادر رسالة للاتحاد، الاتحادات فاتح باب للطلاب ويهدفوا لتحسين ظروف الطالب. نحن هون في الجانب الثقافي مثلا صح. نعم. من رأيك كان فهم مجلة تصدر عن الجامعة والله كتاب نعم معين في مستوى وكانوا يستقطب مولي جانب خارج جانب دائما غايب والله مغيب نوعا ما يتعلق بالجانب الإبداعي اكتشاف مثلا المواهب وتنميتها. نعم. مثلا إذا كان ذم جانب يتعلق بمثلا فتح الباب للأقلام مثلا الإبداعية نعم وفتح مجال مثلا في مجالات معينة أخرى تعلق مثلا بالفنون الجميلة كي الرسم مثلا وأمور كيف تهي كان فهم نشاطات معينة نعم تم استخدام طالب فيه نعم طالب فيه. في كلية القانون القانونية الاقتصادية فاتحين في مركز للدراسات البحوث من خلال كذلك في مكتب للجريدة من خلال الطالب يلا يعود عنده موهبة لدارة فاتحة له باب يقال في نقص في الطلاب طالب يلا يعود هو عنده جهود ذات نقص في الطلاب المهتمين طالب طالب ما عنده صفة مهتم بالمواد فهمت وإما للأسف يقول لك إنه القراءة ما فيها فائدة وتخصص القانون ما فيه فائدة هدف هو يقبل شهادة والأخير يقول لك في الأخير يقول لك أنا أصلين إلى نمشي كيف الطلاب الأقدم نمشي تكوس وهذا خطأ كبير من الطلاب طالب يلا يعود نشط طالب يلا يعود يحضر للندوات يلا يحضر للنشطة لتزيد هو شخصيا معلومات تكيفوا مع 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 العلم اللي يقبه هو. من رأي كان يتم اليوم استخدام مولي وسائل التواصل الحديثة كان ذا مجموعات مثلا في الواتساب ولا مجموعات في الفيسبوك تهتم بذا المجال المجال الثقافي مثلا وتطوير معارف الطلاب الجامعيين ومن درى مولي كانكم تخلقوا علاقات مع طلاب جامعيين من دول أخرى شفت صح بالنسبة تفضل عوض سكرون بالنسبة للسؤال لأنه فهم على مجموعات متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي كيف على سبيل المثال جروبات على الواتساب لأنه يتواصلوا في المجال لأنه يحاولوا أنهم يتموا عدل شيء من الندوات الثقافية أنهم يحاولوا يتموا عدل شيء من الأنشطة لأنهم يحاولوا أنهم متواصلين يوميا مباشرة لدى خدمة الطالب زين بالنسبة للنقابات وبالنسبة للأمور كاملة هو ذاك اللي عنده رؤية جديدة وإحنا كمسلمين نختلف ولا نتخالف لأن الاختلاف حكم إلهي ونهي سليم وطريقة سليمة وذلك قالوا التخالف الصعب حكم شيطاني طريقة مولي سلبية ونهي السقيم وبهذه المناسبة يا الله كاملين نتوحدون قدون كثفوا جهودنا وقدون عدلوا عدة نقابات قالوا نعدلوها بطريقة تخدم الجامعة كامل وتخدم طالب الجامعة مدى التواصل بينكم مع طلاب جامعة آخرين؟ بالنسبة بعد نحن هذا شخصيا تواصلنا ما نتكلم في إطار نقابي نتكلم في إطار عام من رأي كان ذن أندير كنا نتحدث عنها يكان تحاول أن تخلق نوع من جسر يوصل بينها هي طلاب جامعة أخرى تستفاد من تجاربهم تطلعوا على بحوثهم مثلا من رأي كان فهم رؤية لهذا وفهم توجه الوقع على الموضوع ما شفت الجامعة النادي اللي في الجامعة النادي الجامعي اللي على مستوى جامعة المرسول واللي الطريقه اللي نقدر احنا نحاول ان نتواصل بها عن الشباب في مختلف الدول
لا عن طريق بحارتنا عاد عندنا شيء من البحوث نقدموه. هو سهل اليوم عن طريق وسائل التواصل سهل عاد؟ لا بك الطريقة، لا طريقة البحث العلمي هي اللي ترجع لأنك تحاول أنك تكتب جهود مع الأصدقاء مختلف الدول. حتى مثلا مرحلة مثلا اختيار مثلا البحث، البحث في نهاية مثلا ليسانس، يا الله تعود البحث ما هو مكرر إلى عاد في إشكالية فتوى عالجة في جامعة أخرى يعطيك تعود مطلع عليها باش يعود أنت بحثك فيه إضافة عنده قيمة مضافة، ما يعود تكرار الجهد فات بذله طالب آخر. صح. حتى أنه يعود ذاك الجهد قاعد بذل هون في موريتان ويعود بذل في الخارج من المفروض يعود فهم نوعا ما نوع من التواصل مع خلايا البحث في جامعات أخرى من أجل تجنب مثلا التكرار. ترى كان فهم رؤية لهذا قاعد فهم بعض من الأساتذة تجيب لهم بحث تبارك الله بينهم ان شاء الله التجربه في الميدان يقول لك البحث قط خليك يقول لك مباشره الدكاتره اللي كانوا مستنبطين احنا منهم هذا من كتبهم ومن مكاتبهم مستنبطين احنا منهم البحث يقول لهم لك مباشره ولين يعترض لك الاستاذ على ان البحث قط كانه خليك ما انت عندك اللي يتواصل. وفي بعض الاساتذه اللي القضيه مولي جزاه الله خير قد يتعامل عنها وقد مولي يخليها مباشره يقول كانه قضيه بسيطه. من درى مجال اخر ما يتعلق بالرياضه اذا كان ذي الجامعه تقوم بانشطه رياضيه ويعود فم نوعا ما من مباريات ولا مسابقات رياضيه تعدل مع كليات اخرى سنويا. نعم نعم في كليه القانون الاقتصاديه فهم افتتاح الدراسه يفتحوا موسم دوري رياضي في الكليه كيب فهم ودائما يعود الدور الرياضي يعود فاتحين المجال فاتحين امام الكليات كاملين. نعم. ودهم تنافس رياضي بين جميع التخصصات بين جميع الكليات فاتحه ابواب قدام سنويا الحمد لله يقوم فيه جائزه وفيه مباريات وديه في كاس في النهايه في كاس صح في كاس وفيه كذلك مباريات وديه بين الكليات كاملين. عام الأول فايزة فيه كلية الأداء بس تعدين احنا في المباراة النهائية المباراة السنوية الماضية ومن خلال ذلك طالبين لدارة مولي نتعدن ملعب رياضي جامعة ما متوفر فيه ما لا نقصوا دالة ملعب العاصمة نقصوا مرة باطن كروقة عن جمهور الأستاذ معناها ما في ملعب الجامعة رسالة لدارة فيهم نتعدن ملعب رياضي ساموا فيه الطلاب كامل عدوا فيه رياضة بدأ من استاد العاصمة بدأ من شور الملاعب الأخرين يعود فهم كذلك فهم مولي رسالة أخرى يعود فهم طاقم الطبي كلية من درى كان مولي مجال زاني من درى كان حفلات تخرج تعدل كي دفعة مثلا اللي يتخرج ذلك كانت تعدل حفل تخرج والله ما والله ما يخرج تعدل حفل تخرج من ذواته هي ما هو تعلق لي سبيل المثال المنح اللي يجبرهم كلهم يدفع من جيبه هو 15 أو 20 في عدل بها احتفال يعودوا يستدعوا الأساتذة يعودوا يعدوا الحفل. لا رجع لك سليم. فهمت ولذلك يلا عود يلا عود فهم دعم الإدارة عود فهم دعم من الجهات معني بيدي طالب كافي المعاناة اللي طاف بالفترة اللي يقرا فيها والصعوبات اللي يجبر. وفضلنا قضية مولي قاعد يبر ساعات مولي كارثة الوقع. بورس مهمة جدا. نحن هو تقريبا وصلنا لنهاية البرنامج لهي تحدث هنا عن الأيام الأخيرة للطالب في الجامعة رافد معاه شهادته ورافد معاه أمل بعد أنه يجبر السوق مفتوح قدامه للعمل من درى شنو الرسالة اللي قد يقدمها طالب في المرحلة هي الطلاب اختلفوا منهم إيجابي ومنهم سلبي. طالب الإيجابي يطمح عنده أمل أنه عند انتهاء أخذ الشهادة انه قد ان شاء الله ليجبر عمل ليجبر كذلك قبل نوصل فكان نختار نوه شوي للطالب طالب جامعي يلعود داخل الجامعة يلعود بعيد عن السياسة يلعود فهم تكافر بين الطلاب يلعود اشتراك فهم الطلاب يلعود فهم انشطة مولية خارج الجامعة مثل التبرع بالدم وانشطة الأعمال الخيرية في حال فراق ومن خلال ذلك فهم مبادرة قالها مبادرة صناعة معروفة تفتح مجال أمام الطلاب جامعة وذي مبادرة صناعة معروفة السين هو طلاب جامعيين وفي حالة فراقهم وفي حالة فراحة طالبين جميع الطلاب أنهم فاتحين أبوابها للطلاب كاملين يساهم في العمل الخيري
هذا مهم، قضية العمل الخيري مهم، نعم. على القيمة الأخلاقية اللي يأخذ بها الطالب من ذي المرحلة اللي هي كرسالة أخيرة. كير قال لك، كير قلت قضية التعليم قضية نموذجية مهمة على الطالب، أنه يعود يقبل الشهادة من أجل كان يكتسب هو بها أفكار، ويعود كأنه هو جاهل، هو ما غني هو عن الجهل، وهو قاري الراس ما اكتسبه من اجل كانوا يشتغل، كان وراء مسابقه وليش، وهو اجل كانوا يقرا ذاك الاخر رزق على مولانا يخلق في الوقت المناسب. وبهذه المناسبه على عجاله اود ان اتقدم برساله قصيره، هي عن طالب المرحله الجامعيه عليه ان يسعى بجد واجتهاد من اجل بناء ذاته بناء قويا متميزا ومتكامل. فالاسلام حث على بناء ذات، ودعا إلى إيجاد ذات، إيجاد الخير والإرادة القوية والعزيمة في نفس المسلم. شكرا الغوز والبكالي وشيخنا والبقالي عفوا وشيخنا والجودة على الموضوع القيم. طبعا وصلت رسالتكم، رسالة وصلتها للمشاهد الموريتاني. مشاهدنا، مشاهدي القناة الموريتانية، نعود بعد الفاصل لنواصل حلقتنا.